أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشيحانية وللمضمر سالم بن فاران المري. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء، انطلق قبل قليل الشوط الأول الرئيسي للزمول في هذا المساء. تهانينا لهجن الشيحانية على فوز الوجبة وانتزاعها للشوط الأول للحيل، والتهاني لمحبين هذا الشعار ومشجعينه وهجن الشيحانية، وتهانينا للذهبي سالم بن فاران المري. أيها الأعزاء، انطلق شوط الزمول، شوط فحول المستقبل وبنوك الإنتاج، أقوى أشواط الزمول في هذا اليوم. الوجبة خطفت أول أشواط الحول، وسنتعرف بعد نهاية هذا الشوط على بطل وسيد وراعي هذا الشوط. أيها الأعزاء، نتجه إلى البصير، من يتربع على عرش الصدارة في هذه اللحظات من هجن الشيحانية بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. الدور دور المركز الثاني، من يتقدم في هذه اللحظات؟ شاهين لسعادة الشيخ محمد بن حسن آل عبد الرحمن آل ثاني، المضمر حمد بن لزيوح المري، ويليه على المركز الثالث السيف لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، المضمر علي بن حمد بن حسن. أنا بقول حالول يا بعدي، حالول يا بعدي، بنغير المسمى، حالول يا حالول، هذا هو حالول. مشاهدينا الأعزاء، رغم الاعتراض من بعض الزملاء، ولكن يستاهل حالول، يستاهل كل خير، وبيض الله وجه حالول. حالول حل المشكلة في هذا الشوط. مشاهدينا الأعزاء، ينتزع ناموس الشوط والعصا في الأبطال وبدون أي تعليمات تذكر. تهانينا لمالك حالول ولمحبين حالول ولمضمر حالول. تهانينا، والعصا، العصا مثبتة يا أبو محمد، تثبيت، مثبتة تثبيت، وواثق منه العملاق ولا ما قدمه في هذا الشوط. تهانينا، تهانينا، وحل المشكلة حل حالول، حل المشاكل حل، بيض الله وجهك يا حالول، وأيضا وجه الجماهير الشحانية ومضمر حالول في هذا الشوط. لحظات الوصول، المركز الثاني الوعب لهجن الشحانية، المركز الثالث البصير، أيضا لهجن الشحانية، المركز الرابع ظبيان، أيضا لهجن الشحانية، المركز الخامس هنا السعدي، لهجن الشحانية أيضا مع المشاغب محمد بن خالد العطية. تهانينا والناموس لهجن الشيحانية على خطفها للشوطين الرئيسيين الأولين في مساء هذا اليوم. إذن الأشواط الأولى والأشواط الرئيسية تتجه إلى شعار هجن الشيحانية مع المضمرين العملاقين المميزين. الشوط الأول للبكار وللحيل كان مع سالم بن فاران، وشوط الزمول كان مع حالول وسلطان بن محمد الوهيبي. هذا هو ملخص الشوط الماضي والشوط الأول الرئيسي للزمول. هذا هو حالول. مشاهدينا الأعزاء، ينتزع ناموس الشوط الأول الرئيسي بجدارة واستحقاق وتوقيت جدا مميز للزمول. هذا هو حلول. 13 دقيقة 19 ثانية 36 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشيحانية، والتهاني أيضا للمضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني يصل في ثاني المراكز الوعب، وتوقيت الوعب 13 دقيقة 25 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الوعب ولمحبين الوعب هجن الشيحانية، والتهاني للمضمر سالم بن فاران المري. المركز الثالث يصل فيه البصير، وتوقيت البصير 13 دقيقة 26 ثانية 56 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشيحانية، والتهاني موصولة للمضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي.